أود أن أدعو السيدة ريهام البلتاجي رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم لإلقاء كلمتها، فلتتفضل. صاحب السعادة، طاب مساءكم جميعا. السيدات والسادة، في الواقع سوف أتحرى الإيجاز الشديد كي أطلعكم على خبرة القطاع الخاص ومشاركته في برنامج وفي. إننا في الواقع الرعاة والملاك ومن ترس علينا العقد لمزرعة الرياح تحت مظلة برنامج 10 جيجاوات. في الواقع ننظر إلى هذا المشروع بوصفه مشروع عظيم يمتلك وصفة للنجاح، ينخرط فيه الكثير من اللاعبين وأصحاب المصلحة ويستثمرون فيه. هناك الكثير من الجهد الذي سوف يؤدي إلى نجاح المشروع. أن الحكومة المصرية مثلا ممثلة هنا، ممثلة بوزارة الكهرباء بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة المالية، وهي تدعم تمهيد الطريق لمصر التي تستهدف 42% نصيب من الطاقة المتجددة بحلول 2035. في الواقع تمثيلنا في هذا المشروع كرعاة، في الواقع معنا شركاء أيضا، معنا أنجي أن ديوتا، وهي نحن نوفر الاستثمار الأجنبي المباشر وحملة الأسهم وندعم هذه المشروعات. كان هناك محور آخر يعبر عن النجاح وهو شركاء التمويل، حيث أن هذا المشروع هو المشروع الأول الممول بشكل مشترك بين EBRD وجي سي كونكسي، وهذا ساعد على الحد من مخاطر المشروع وساعد على جعله مجد اقتصاديا ومربحا. إننا فخورون للغاية بهذا المشروع الذي سوف ينقل مصر نحو الميدان الأخضر ويخلق فرص العمل، ونتطلع إلى مزيد من المشاركة والمساهمة في مشروعات مماثلة نشارك فيها جميعا كأصحاب المصلحة كمستثمرين لكي نوفر عوامل النجاح اللازمة والضرورية.